السلام عليكم. أهلا وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ألف سلام عليك، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. يا رب وإياك يا رب. كنت مثلا ينفع أعمل حساب في البنك بفوائد بس ما أخدهاش يعني وكده؟ وهتوديها فين؟ تسيبها للبنك ولا إيه يعني؟ لا، ممكن تصرف مثلا اللي هي المصاريف الإدارية على الحساب وكده. يعني أنا حاطط مبلغ بسيط يعني. لا لا، تصرف على المصاريف الإدارية أيضا. أخذها، تحب أن تأخذها تدفعها لفقراء لا تربطك بهم صلة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. يعني ينفع أعملها بس أخرجها في مكان تاني. الله يسلمك. ماشي، شكرا. بارك الله فيك.